عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية لروابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي إضافة إلى موظفي القطاع العام ونقابة معلمي المدارس الخاصة لقاء تنسيقيا لتوحيد الموقف من المواضيع المطلبية وأبرزها تصحيح الأجور ورفع حدها الأدنى وزيادة التقديمات الاجتماعية. ونحن اتفقنا مع الاتحاد العمالي العام على السقف اللي نحط في مجال المفاوضات إن التضخم قد تجاوز 100%. المسألة الثانية فيما يتعلق بموضوع الأضراب ب 12 الشهر، جرى الاتفاق مع قيادة الاتحاد العمالي العام على لجنة للمتابعة بملف المفاوضات وبملف الأضراب على بشكل دائم ومستمر يوميا وساعة بساعة، إذا استجد شيء طارئ بهذا المجال سنستكمل كل التحضيرات اللازمة والعودة إلى هيئة التنسيق النقابي وروابط المعلمين والأساتذة للإعداد سوية للدفاع عن أنفسنا عن حقوقنا في معركة تصحيح الأجور اللي راح تنطلق مثل ما قلنا في بياننا في الاتحاد العمالي العام راح تنطلق يوم 12 تشرين الأول إذا لم تصحح الأجور، ومنعتقد أنه كلنا معنيين بهذا الأمر. وشدد المجتمعون على رفض أن تتصرف الحكومة الحالية كما تصرفت الحكومة السابقة مطالبين بسياسة ضريبية عادلة.